وفي ظل الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بان كي مون مع عباس لبحث التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية، خاصة اقتحامات واستفزازات المستوطنين التي تتم بحماية الجيش الإسرائيلي سواء أكانت في المسجد الأقصى أو عبر قطع الطرقات واقتحام القرى. بدوره الأمين العام للأمم المتحدة أكد أنه سيجري اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لنقل الرسالة من أجل وقف التصعيد الذي يقوم به المستوطنون.